في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات للعمل الخيري والتطوعي والإنساني في الكويت. أقيمت مائدة إفطار الصائم التي تعود من الأكبر على المستوى المحلي بتنظيم من فريق أمير الإنسانية التطوعي وبمشاركة عدة جهات وفرق تطوعية. هذا العمل يدل أن فعلا لما اختار الأمم المتحدة أن الكويت بلد العمل الإنساني وأميرها قائد الإنسانية، فهذا ما يأتي بفراغ. وأحب أشكر المتطوعين اللي من الساعة 12 الظهر في هذا الحر الشديد قاموا وفرشوا الموائد وحطوا الطعام وجلبوا كل شيء، خلال 6 ساعات تم تجهيزهم. المائدة بلغ طولها 1000 متر تقريبا، ووقع الاختيار على إقامتها في سوق المباركية بمجهود أكثر من 150 متطوع من 20 فريق تطوعي، قدموا خلالها أكثر من 5000 وجبة إفطار. هذا اللي احنا الهدف اللي بنوصل له، احنا نبي نبرز اسم الكويت اول والاخير. ربي لك الحمد، انا كنت بس حاط حسبتي 3800 وجبه، وصلت لهني 5800، يعني 2000 وجبه زياده من الفرق اللي جت شاركت معي، كل فرق جاب لها 100. يعني شوف ربي لك الحمد، شايف المشاركه الجماعيه شلون حلوه. للامانه البلديه ما قصروا معانا، بنفس اليوم خلصوا لنا موضوع الترخيص. هني المباركيه، اداره المباركيه هم ما قصروا معانا مباشره، بس هنا وقلنا لهم موضوعنا 1 2 3 على طول قالوا لنا لكم موافقه وتوكلوا على الله. بالعكس بسرعه خدمه رجعت، حتى هني اشكر هم رجال الداخليه اللي نظموا وسهلوا علينا حركه دخول المطاعم توصيل الوجبات. العمل الخيري والانساني للكويت يقدم نموذجا على ما جبل عليه اهل الكويت على العطاء منذ قديم الازل في شتى المجالات، وخاصه في الشهر الفضيل، من خلال التسارع بين اهل الخير لدعم مشاريع افطار الصائم واقامه موائد الافطار. حسن بن غيام، تلفزيون دوله الكويت.